صباح الخير، صباح الخير يا شباب، صباح الخير. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. والله أمس والله خوش حلم، خوش حلم أمس، حلمان كذي. حلمت إنه سافرنا شي، طلعنا رحنا المطار، هي كلها فيروسات فيروسات كل مكان، طفنا من الفيروسات وطرنا ورحنا تركيا اسطنبول. وحلمت بعد السيارة، تذكرون السيارة اللي العام سافرنا فيها؟ حلمت ان شفناها شي وشغلناها زين. ها وحلبان انا طلع صدق. بس قاعدين تطالعون كذي بس، اقول قوموا كل واحد ياخذ مساحته وفوته يروح هناك. يلا شدوا حيلكم شوي، نظافه من الايمان. اليوم هذا مو محسوب يا شباب، لا تحسبون علي. من اول ما قعدت ويومي هذا كله تنظيف تنظيف في تنظيف. بيدي كلمت ادز البيبان بكلينكس، ادز الاباب بكلينكس. ما اشتغلت السيارة، استبدال الباتري ضروري، استبدال الباتري ضروري. حاولت اشغل السيارة عشان اروح اتعشى، بس يوم جيت ولا السيارة ما تشتغل، البطارية ماتت مرة ثانية، ردت نامت. فالحين خلاص استبدال البطارية واجب، لازم نبدل البطارية ان شاء الله. بس اليوم انا ما طلعت، اليوم قزرتها كلها تصوير. قزرت اليوم تصوير، اي تصوير قزرت اليوم كله تنظيف، كان زين تصوير. قعدت انظف كل شيء، ارتب الامور وما طلعت، قعدت في البيت. بيني وبينكم ما عندي شيء ومسوي رجيم، ابي اضعف، لازم اضعف. من اول الشهر بديت بالرجيم، والله كنت 122، الحمد لله اليوم بال 115 ونص. بس ها رجيم قاسي، رجيم قاسي كان. بس الحين يحت، قلت خلنا اكل على الاقل سلطه خفيفه، اي شيء فاكهه، خلا اروح المطاعم اللي حولي. قاعد يومي كله في البيت، ان شاء الله باكر.
الدنيا عامرة، وين كورونا؟ ناس قاعدة بالمطاعم. هاي مطاعم طبعا خاصة، لو حكومية تأخذ إجراء، بس ما هي حكومية، كلها قطاع خاص. هذا الدوار كذي دار ما يدوره كله مطاعم، فأنا آكل أكلة خفيفة وأطق لي دورة في الدوار هذا. ممتاز. أخ أنا كان صفت لي مشكلة، صفت صوب ثاني. هي السيارة زين إنها طفت فيني الحين. زينها طفت عشان يصير عندي علامة انه خلاص البطارية ابدلها، فيفضل ابدلها. طلع الجاي ان شاء الله نكمل صيانة السيارة، للحين الظاهر خلنا استبدل الزيت وابدل البطارية. خلصنا صيانة اولية وخلصنا من ترتيبات خاصة بالبيت، وباكر نكمل صيانة المركبة بعد مرة. باكر ان شاء الله واحنا رايحين طالعين الوكالة او شويخ او السوق مالهم، سوق الصناعية هناك يبين شنو نسوي. ما ادري وين ناكل سلطة طيبة، انا الف على هالمطعم. في هذا المطعم قاعدة خارجية، حلو المطعم، في ناس ما اقدر اصور داخل، ومن حقي بعد نصور اصور العالم، بس انا قاعد هني وهني في مثل برا في قاعده خارجيه بار ودي جي وكذي، في ناس مسوين عيد ميلاد اجازه عندهم اليوم، وانا قاعد هني جاي بطلب شو اسمه سلطه. قلت حق الريال عطني المنيو خلينا نشوف السلطات اللي عندكم شلون عشان نتبع الرجيم. يا قال لي هذا المنيو، وراني هذه، قال لي صورها وشوف. انا مليوع كان اشوف الكفته وادوخ، قريت عليها مني كفته، قلت يلا مني كفته خلنا نطلب مني كفته. قلت له عطني هذه مني كفته، اقص على نفسي يعني كفته صغيرونه ولا تقول رجيم ها؟ لا ان شاء الله ان شاء الله راح اصمد بالرجيم، راح اصمد بالرجيم ان شاء الله. بعدين هذه صغيره وانا مو ماكل اصلا طول اليوم، ثلاجتي فاضيه ومو ماكل شيء خير شر، ميت مليوع كلش، بس راح اصمد. انا بالسفره 10 كيلو بنزل، ناوي يعني ناويني اني انزل. انا من اول الشهر تقدم طيب، كنت 122 الحين اليوم انا وزنت 115 ونص، هذا النص باكر ما بيشوفه ان شاء الله راح يتحقق. بس المني كفته يعني دوختني شلون. المهم كل يوم كذي طبق خفيف مو مشكله على هالجو البراد. شوف جو رومانسي وبراد، يعني سوي اللي بخاطرك، لا تخلي شيء بخاطري. اشرب وياه ليمون، ليمون يقولون يهضم. هذا يا شباب، هذا يا شباب المني كفته وصلت. هذا الطبق ما في اناره شوي عشان التصوير يطلع زين، بس هذا هو المني كفته والليمون عشان نهضم. يستحق ولا لا؟ خلاص كله سلطات اليوم، مني كفته وباكر غوزي. لا 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 شباب ما عليه، انا اليوم ما عندي شيء اصور لكم اياه، ما عندي شيء اليوم اصوره، ان شاء الله باكر غدا باذن الله واحنا طالعين. الحين لازم اطلع انا اول شيء موضوع السياره، خلينا نخلص موضوع الزيت والبطاريه ونرتاح منه. لذيذة، ما أدري أنا جوعان بس لذيذة والله صدق، طعمها حلو. فنروح الوكالة نخلص موضوع الزيت والفلتر والبطارية، وطلعتنا هذه إن شاء الله نروح مواقع ما دام إحنا طلعنا اليوم ما طلعت.
فما عندي شيء اقدم لكم اياه. ان شاء الله باكر واحنا طالعين نصور ونروح اماكن مميزه، لان احنا طلعنا بالسياره. اوف وين راح الطبق يا جماعه؟ هو كان هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وين راح؟ لا حول ولا قوه. بالعافيه اللي اكله، بالعافيه. يستاهل 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 ولدنا. واكلوه. الحمد لله تعشينا. خوش وجبه. راح احاول احط لكم اسم المطعم تحت. اكله طيب ترى، انا مجربه. واليوم راح نرجع نريح في البيت، باكر نطلع ان شاء الله. باكر نطلع في يوم جديد وحدث جديد. صار الليل خلاص، اليوم ضاع علينا. الحين بسوي اشتراك حق السياره ونتوكل على الله نمشي. سي يو تومورو. تشاو تشاو، واتسوان على خير.